هذا مغرب جديد، مغرب جديد، مغرب ديال لي زوتوغوت وباقين طرق خوين جايين، مغرب ديال طونجيماد وباقي النضو هو جاي، وباقي يعني الميناء الأطلسي كذلك هو جاي، مغرب كذلك ديال لا ريفورم ديال لا سونتي، مغرب ديال لا ريفورم ديال التعليم، مغرب ديال يعني طاقة جديدة، الطاقات المتجددة والطاقة الجديدة اللي هي الهيدروجين. كل هذا الشيء يعني استثمارات اللي هي كبرى، وهذا الشيء اللي غادي تجيب لا شارج دانفستيسمون، حيث تعرفوا بأنه في واحد العدد المناطق يعني يمكن الدعم كيمشي حتى 30% من الاستثمار الإجمالي ديال الخواص، والإمكانيات كبيرة اللي تعطات في لي زانفستيسمون بوبليك بوغ إتخ أن لوفيي ديال الديفلوبمون ديال البلاد. بالنسبة للقطاع الخاص هذا الشيء كله غادي يتطلب مهندسين، غادي يتطلب طاقات كثيرة، وغادي يتطلب المزيد من المهندسين. والحمد لله أننا كنشوفوا المدارس ديالنا اليوم كتزيد في يعني في الخريجي ديال المهندسين كل سنة، كاين دي طو ديال 20% ديال 25% على حسب لي تكنيسيان لي زانجينيور اللي هما يعني اللي هما كيتخرجوا. وهذا الشيء غادي يمشي بواحد الوتيره اللي غادي تكون اسرع ان شاء الله في المستقبل، لان اللي كيتسنى المغرب مع المشروع ديال صاحب جلاله الله يصول اللي وقف على يعني باش تكون المغرب كطرف كبير يعني في 2030 في كاس العالم، هذا كله سان اوبجيكتيف كي تامبورطون اللي خصنا نصلحوا لي زوتيل ديالنا. وبدينا في السيده الوزيره قدمت البرنامج هذه واحد اليومين باش يعني لي فري فينونسي تحملهم الدوله ديال الناس اللي بغاو يصلحوا لي زوتيل ديالهم باش نكونوا موجودين يعني في 2030. لي زوتيل الجداد اللي خصهم يتبناو، لا كونيكتيفيتي، لي روت، لي دوبل فوا، يعني لو شمان دو فير، واحد العدد ديال الامكانيات، واحد العدد ديال الاستثمارات اللي خصهم يعني يتعملوا، واللي غادي يكون واحد النشاط، واحد الديناميه اللي كبيره اللي غادي طلب المزيد وطلب منكم المزيد من العمل من عند يعني من عند المهندسين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.